بمشاركة العديد من الصور التي تحاكي جمالية الفن الإسلامي وتميز الطراز العمراني لمساجد الدولة، اختتم معرض عمارة المساجد والذي جاء بمشاركة العديد من الأعمال في المسابقة التي نظمها المنتدى الإسلامي بالشارقة، حيث حاكت الأعمال فن عمارة المساجد التي تتميز بها مساجد الدولة. بمشاركة العديد من الصور التي تحاكي جمالية الفن الإسلامي وتميز الطراز العمراني لمساجد الدولة، اختتم معرض عمارة المساجد والذي جاء بمشاركة العديد من الأعمال في المسابقة والتي نظمها المنتدى الإسلامي في الشارقة، حيث حاكت الأعمال المشاركة فن عمارة المساجد التي تتميز بها مساجد الدولة. نحن في عام 2014 أطلقنا مشروع المعارض العلمية والثقافية في المنتدى الإسلامي، كانت سنة تتويج الشارقة إمارة عاصمة الثقة الإسلامية. فمن عام 2014 والحين منطلقين في مشروع المعارض الفنية والعلمية لتعنى بنشر الثقافة الإسلامية بالإمارة. اليوم في هذا المعرض نحن معرض عمارة المساجد خاطبنا فيه شريحة الطلاب، طلبة الجامعات. المعرض ضم أبرز المشاركات من قبل طلبة الكليات والجامعات الذين أبدعوا بالتقاط الصور بعدساتهم والتي عكست فن الإبداع العمراني الزاخر والذي تحظى به مساجد الدولة، نالت فيه أفضل 5 أعمال على جوائز قيمة. فخور جدا بمشاركتي في معرض التصوير الفوتوغرافي عمارة المساجد المقامة من المنتدى الإسلامي بالشارقة. طبعا شاركت بعملين وكلاهم من مسجد الشيخ زايد الله يرحمه في أبو ظبي. الصورة الأولى الفائزة بالمركز الرابع التقطتها في إحدى قبب الجامع، والصورة الثانية من إحدى زوايا المسجد اللي في الداخل. وتهدف هذه النوعية من المعارض والمسابقات إلى إبراز مكونات الثقافة الإسلامية وتسليط الضوء عليها، حيث ترتبط العمارة الإسلامية في إمارة الشارقة بمشروعها الثقافي وهويتها الإسلامية. تهدف المسابقة إلى إبراز الهوية الإسلامية في عمارة المساجد، وهو ما أكدته المشاركات العديدة من قبل الطلبة. لأخبار الدار، وليد عارف، الشارقة.